السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في درس الدالة الأسية النبيرية مع التمرين الشامل رقم 1. إذا نبدأ بقراءة معطيات التمرين. لتكون f دالة عددية معرفة على r كما يلي: f x تساوي او x على او x ناقص 2، و f منحنى في معلم متعامد ممنظم. السؤال 1 ألف: حدد df مجموعة التعريف. إذا ليكون x عنصرا من R، x ينتمي إلى الدال F، ماذا يعني؟ في هاد الدالة عندي مقام، إذا المقام خصو يكون كيخالف الصفر، يعني OX ناقص 2 تخالف الصفر. كاين واحد العلاقة ديال التكافؤ، علاقة مهمة خصني نضبطها. OX تساوي Y تكافئ أن X تساوي الألين ديال إيكغيك، إذن تكافئ أن أو إكس ناقص جوج كنديوها للطرف الثاني كترجع جوج، إذن تكافئ أن أو إكس تخالف إثنان. إذن هاد العلاقة تكافئ أن إكس تخالف ألين ديال جوج، وبالتالي فمجموعة تعريف ديد إف هي اتحاد المجالين ناقص لا نهاية الألين ديال جوج والألين ديال جوج زائد لا نهاية. السؤال الثاني يقول: حدد نهايات F عند محدات ديد F. إذن ديد F مولن فيني ألين جوج اتحاد ألين جوج زائد لا نهاية. المحدات ديال المجال عندنا مولن فيني، وعندنا ألين جوج، وعندنا ألين جوج على اليمين وعلى اليسار، وعندنا بلوس لانفيني. إذن نبدأ بالنهاية ديال الدالة في بلوس لانفيني. إذا الليميت ديال اف بلوس لانفيني كتساوي الليميت ديال او اكس على او اكس ناقص جوج في بلوس لانفيني. التعويض المباشر، التعويض المباشر دائما نحاول نعوض ذهنيا أو نعوض في ورقة الوسخ. إذا غيعطيني بلوس لانفيني على بلوس لانفيني ناقص جوج. علاش بلوس لانفيني؟ لأننا حنا كنعرفو بأن الليميت ديال او اكس في بلوس لانفيني راه كتساوي لنا بلوس لانفيني، والليميت ديال او اكس في موال لانفيني راه كتساوي لنا صفر. هذه اشياء مهمه خصكم تضبطوها. اذا مادام عطاني شكل غير محدد، اذا خصني نحاول نحيد الشكل غير المحدد، وعاده نستعمل التعميل. اذا غادي نعمل في المقام او اكس، غادي تبقى لي واحد، الحد الثاني عندنا فيه اثنان ما عنديش او اكس، اذا كنقسم عليها داكشي اللي عملت به تنقسم عليه. بعد ذلك نختزل ب او اكس، اذا تيبقى لنا واحد على واحد ناقص اثنان على او اكس. اذا عند التعويض المباشر عندنا لدينا الليميت ديال اثنان على او اكس بلس انفيني هي جوج على بلس انفيني هي صفر، بالتالي النهاية تعطينا واحد. النهاية الثانية اللي مديها لي في الإكس في موال لانفيني، إذن هنا التعويض المباشر كيعطينا أو ديال موال لانفيني هي صفر على أود موال لانفيني هي صفر ناقص اثنان، إذن صفر على ناقص اثنان تعطينا صفر. إذن النهاية ديال إف في موال لانفيني تساوي صفر. ننتقل إلى النهاية الثالثة، الليميت ديال إف في ألين ديال جوج بلوس. هنا الألين ديال جوج بلوس يعني الألين ديال جوج بلوس، إما نكتبها بهذا الشكل أو نكتبها بهذا الشكل هذا، الألين ديال جوج بلوس يعني الألين ديال جوج بلوس ماشي الألين ديال جوج بلوس، دونك هذه خالطة، دونك إما الألين ديال جوج بلوس أو لا نكتبها بهذا الشكل هذا. إذا عند التعويض المباشر غادي نلقاو بأن الأو الألين ديال جوج كتساوي لنا اثنان، والأو ديال الألين ديال جوج ناقص اثنان كتساوي لنا اثنان ناقص اثنان، إذا كيساوي لنا صفر.
يعني غنلقى جوج على صفر. هنا خصني نحدد داك الصفر واش هو 0 بلس ولا 0 موان. بون كيفاش غادي نحدد 0 بلس او 0 موان؟ باش نحدد الاشاره كندير جدول الاشاره ديال او اكس ناقص 2. او اكس ناقص 2 كتنعدم في الالين ديال جوج. اذا على اليمين شنو عندي؟ واش بلس ولا موان؟ طبيعة الحال كاين مجموعه من الناس اللي تيغلطوا في هذه المساله هذه، واللي كيعتبروها بحال حدوديه، وكيقولوا بان هذه اشاره اكس، اذا وهذه عكس اشاره اكس. هذه راه ماشي حدوديه، هذا واحد التعبير. كندير هذيك العمليه كنديرها ملي كيكون عندنا حدود على هذا الشكل هذا. هنا فوالا، هنا كنقول مثلا بي على ا، اذا هنا اشاره ا وهنا عكس إشارة أ. هذه ماشي حدودية، هذا تعبير، وبالتالي خصني نحدد له الإشارة ديالو. كيفاش نحدد له الإشارة ديالو؟ ممكن ندير أو إكس ناقص 2 أكبر من صفر. إذا فوكاش كتكون عندنا هذا التعبير موجب، كيكون عندنا موجب كيكون عندنا أو إكس أكبر من 2، يعني ندخل الألين في الطرفين غيكون عندنا الألين ديال أو إكس أكبر من الألين ديال جوج، أي أن إكس أكبر من الألين ديال جوج. اذا ملي كيكون اكس كبر من الالين ديال جوج يعني على اليمين، كيكون عندنا او اكس ناقص جوج موجب، والعكس سيكون سالب. اذا غادي تجينا هنا جوج على زيرو بلس، اذا غادي تجينا بلس انفيني، لان ليميت ديال او اكس ناقص 2 عندما يؤول اكس الى الين ديال جوج بلس يساوي زيرو بلس، والليميت ديال او اكس عندما يؤول اكس الى الين ديال جوج بلس يساوي 2. اذا بنفس الطريقه غادي نحسبوا الليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس الى الين ديال جوج موان. اذا الليميت ديال او اكس على او اكس ناقص جوج في الالين ديال جوج موان. هنا غادي تجيني جوج على زيرو موان اي موان لانفيني. علاش؟ لان ليميت ديال او اكس ناقص 2 في الالين ديال جوج موان تساوي زيرو موان، لان هنا كيكون عندنا على اليسار يعني اكس اصغر من الالين ديال جوج. دونك هادشي اللي كتبتنا هنا راه ممكن نتوما ديروه في الوسخ، يعني لدي باش ديروه في الورقه ديال التحرير. كنتمنى يكون هادشي واضح. اذا ننتقل الى السؤال الموالي. السؤال يقول حدد الفروع اللانهائيه. اذا حسبنا النهايات في المحدات، وانطلاقا من هذه النهايات هذه من النتائج ديالها كنحددوا الفروع اللانهائيه. اذا نبداو بالنهايه الاولى. اذا لدينا ليميت ديال اف لي اكس بلس لانفيني كتساوي لنا واحد. شنو تعني هذا؟ يعني النهايه في لانفيني كتعطيني عدد، اذا يعني ان سأف، اذا سأف يقبل مقارب، مقارب هنا واش افقي ولا عمودي؟ اذا مقارب المعادله ديالو غتكون اكري كتساوي واحد، يعني مقارب افقي. إكغيك كتساوي واحد. الحالة الموالية لدينا النهاية في موال لانفيني عطاتنا صفر. إذا نفس العملية، إذا السيف يقبل مقارب أفقي معادلته إكغيك كتساوي صفر. إذا الحالة الثالثة لدينا ليميت ديال إف دو إكس في الالين ديال جوج بلس، لقيناها بلس لانفيني، إذا ها هي النهاية في عدد عطاتني بلس لانفيني. إذا السيف يقبل مقارب ماشي أفقي بطبيعة الحال، لأن إكس تساوي إذا مقارب عمودي، معادلته إكس تساوي الالين ديال جوج. بطبيعة الحال نفس الحالة بالنسبة للنهاية ديال إف في الالين ديال دو موان، إذا يكون عندنا نفس المقارب. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني.
أدرس تغيرات الدالة F. في دراسة تغيرات الدالة F خصني نحدد المشتقة ديال F ونحدد الإشارة ديالها، ومن بعد نحدد جدول الإشارة أو جدول تغيرات الدالة F. إذن غنبداو بحساب المشتقة لكل X من DF. لدينا F بريم تساوي أو X على أو X ناقص جوج لكل بريم. كنعرفو بأن DDV ديال أو X يساوي أو X، وكذلك U على V DDV ديال U على V يساوي U بريم V ناقص V بريم U على V مربع. إذن نحسبو المشتقة ديالنا. إذن عندنا التعبير مكتوب على شكل U على V، إذن هي U بريم يعني أو X بريم عامل أو X ناقص 2 ناقص أو X ناقص 2 بريم أو X على أو X ناقص 2 لكل أو كاري. إذن في البسط عندنا او اكس بريم راه هي او اكس، كيبقى لي او اكس ناقص جوج ناقص او اكس بريم هي او اكس ناقص اثنان بريم هي صفر. إذن كيبقى لنا او اكس مضروبه في او اكس على او اكس ناقص اثنان الكل اس اثنان. إذن عندنا او اكس مضروبه في او اكس هي او اكس زائد اكس اي او ديال جوج اكس. إذن نبسطو الكتابة ديالنا، أو إكس مضروبة في أو إكس إذن هي أو جوج إكس، أو إكس مضروبة في جوج هي ناقص إثنان أو إكس ناقص أو إكس مضروبة في أو إكس هي أو ديال جوج إكس على أو إكس ناقص إثنان الكل أو كاري. المقام نخليه كما هو لأن غنحتاجو يكون مكتوب على شكل مربع أحسن باش كنحدو الإشارة من بعد. إذا عندنا أو جوج إكس كتمشي مع أو جوج إكس ناقص، إذا كيبقى لنا ناقص إثنان أو إكس على أو إكس ناقص إثنان الكل مربع. إذا هذا هو هذه هي المشتقة ديالنا إف بريم ديال إكس. من بعد ما حددنا اف بريم خصني نحدد الاشاره ديالها. اذا بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بانه لدينا دائما او اكس كيكون اكبر قطعه من الصفر مهما تكون اكس لكل اكس من ار بشكل عام، و او اكس ناقص 2 مربع كذلك موجبه. اذا اف بريم سالبه. اذا اف بريم اصغر قطعة من الصفر لكل X من D ديال F، وبالتالي الدالة غتكون عندنا دالة تناقصية. إذا كنحددو واحد جدول التغيرات. إذا هنا تنديرو X ديد F يعني موال لانفيني الألان ديال جوج بلوس لانفيني. في السطر الثاني كنديرو المشتقة، قلنا بأن المشتقة سالبة أصغر من الصفر، وفي السطر الثالث كنحدو منح تغيرات الدالة F. إذا عندنا الدالة غير معرفة في الآلين ديال جوج، كندير واحد دوبار هنا المهم طبيعة الحال. إذا الدالة تناقصية. سبق لنا باش حسبنا النهاية في موال لانفيني، إذا عطاتنا صفر. حسبنا النهاية في الالين ديال جوج على اليسار عطاتنا موال لانفيني، النهاية في الالين جوج على اليمين عطاتنا بلوس لانفيني، والنهاية في بلوس لانفيني عطاتنا واحد. إذن هذا هو جدول تغيرات الدالة F. ننتقل إلى السؤال الثالث، حدد معادلة المماس عند النقطة أصفر ناقص واحد. إذن كنعرفوا بأن معادلة المماس بشكل عام في واحد اكس زيرو تكتب على شكل ايكغيك تساوي اف بريم ديال اكس زيرو عامل اكس ناقص اكس زيرو زائد اف ديال اكس زيرو.
اذا عندنا اف اكس 0 راه هي ناقص 1، لان كنقولوا النقطه اكس 0 اف لي اكس 0 اي 0 ناقص 1. اذا اف لي اكس 0 راه هي ناقص 1. اذا قال نحدد اف بريم ديال اكس 0 اي اف بريم ديال 0. اذا اف بريم، اذا اف بريم ديال 0 غادي نعوض في الداله المشتقه، اذا هي ناقص 2 او ديال 0 على او 0 ناقص 2 الكل مربع. اذا او 0 1، اذا كيبقى لي ناقص 2. او 0 في المقام هي 1، ناقص 2 هي ناقص 1، اذا ناقص 1 الكل اس 2، ناقص 1 الكل اس 2. الاشاره كتمشي مع المربع، كيبقى لنا 1 اس 2 اي كيبقى لنا ناقص 2. وبالتالي المعادلة المماس، اذا كنعوض، اذا هي اف بريم ديال 0 اكس ناقص 0 زائد اف ديال 0. هنا راه اف ديال 0، اذا اف بريم ديال 0 لقيناها ناقص 2 اكس زائد او ناقص 1. اذا هذه هي معادلة المماس في النقطة الصفر ناقص 1. إذا نمر إلى السؤال الموالي، سؤال 4، أنشئ منحنى الدالة F. إذا المنحنى هو تلخيص ديال التمرين. إذا ننشئ واحد المعلم متعامد منظم، من بعد كنشوف المقاربات ديالي. دونك سبق لنا باش درسنا المقاربات. إذا المقاربات اللي شفنا بأن السي إف يقبل مقارب معادلة إكري كتساوي 1، وكذلك إكري كتساوي 0، مقارب معادلته إكس كتساوي الألان ديال جوج، وعندي واحد المماس في النقطة صفر ناقص 1 المعادلة ديالو ناقص 2 إكس ناقص 1. إذا غنبداو بإكري كتساوي 1، إكري كتساوي 1، إذا كنشئ واحد المستقيم في إكري كتساوي 1، إذا غيكون هو هذا. اذا هذا إكريك مستقيم معادلة ديالو إكريك كتساوي 1. بالنسبة لإكريك كتساوي 0 راه هو محور الأفاصيل، إكريك كتساوي 0 ماشي الأراتيب، الأفاصيل، لأن الأراتيب كيكون المعادلة ديالو إكس كتساوي 0، إكس كتساوي 0 لأن إكس كتكون منعدمة وإكريك متغير. عندنا المستقيم الثالث هو اكس كتساوي الالين ديال جوج، الالين ديال جوج تقريبا كتعطينا 0.7، اذا تقريبا غيجينا واحد المستقيم 0.7، اذا تقريبا غيجي هذا المكان هذا. اذا هذا مستقيم معادلته اكس تساوي الالين ديال جوج. عندنا مماس في النقطة صفر ناقص 1، إذا النقطة صفر ناقص 1، إذا عندنا صفر ناقص 1 أي هذه النقطة هذه، إذا هذه النقطة صفر ناقص 1، مماس في هذه النقطة هذه. مي كنقولوا مماس يعني كنرسمو غير واحد الدفلة صغيرة ماشي مستقيم. إذا عندنا هذا المماس كيمر من هذه النقطة هذه، يكفي نلقى نقطة أخرى من هاد المماس. إذا باش نلقى نقطة أخرى كنعطي الإكس واحد القيمة وكنلقى إكريك، نعطيو مثلا الإكس 1، إذا اللي عطينا 1 يكون عندنا ناقص 1 ناقص 1، إذا إكس كنعطيوها 1، إكريك إذا كيبقى لي إكريك كتساوي لنا ناقص 1 ناقص 1، إذا هي ناقص 2، إذا 1 ناقص 2، إذا عندنا 1 ناقص 2 غادي تجي تقريبا هنا. إذا المماس قريبا غيكون إذا المماس غيكون بهذا الشكل هذا. كندير لواحد الدوفلي صغيرين هنا،
اذا حنا درنا جميع لي روبير اللي غنحتاجو باش ننشئو المنحنى ديالنا. اذا المنحنى الى رجعنا لجدول التغيرات عندنا من الصفر حتى المولى انفيني، يعني تناقصي الداله تناقصيه من الصفر المولى انفيني. اذا من الصفر المولى انفيني شنو عندها في الصفر؟ عندي ان السائف يقبل مقارب معادلته شحال كتساوي؟ إكري كتساوي واحد، لان النهايه او في مولى انفيني إكري كتساوي صفر. اذا حسبنا النهايه في مولى انفيني لقيناها كتساوي صفر، مقارب يعني خصو يكون قريب لهذا المستقيم هذا. وكذلك عندنا مقارب معادلته إكري كتساوي الالين ديال جوج، يعني هنا اذا المنحنى راه غيجي من هنا وغادي يدوز حتى داك المماس وغادي يهبط لينا مقارب بهذا الشكل هذا. ممكن اعتذر داك الشيء الرسم على قد الحال، مي تقريبا غيكون بحال هذا الشكل هذا. دونك هذا الجزء الاول ديال المنحنى. اذا الجزء الثاني عندنا الداله تناقصيه من البلوس انفيني حتى الواحد، اذا غتكون مقارب هنا ومقارب هنا، يعني تناقصيه من هنا وهابطه بهذا الشكل هذا. اذا هذا هو منحنى الداله اف. اذا ختاما ارحب بملاحظاتكم واقتراحاتكم، ولا تنسونا من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.